هاي الشغلة ما بتتحقق غالبا إلا بثلاث سيناريوهات. طيب إيش حنسوي؟ إيش حيصير في حياتنا؟ تخيل من كل الكآبة اللي فاتت لربما يكون فيروس كورونا هو المنعطف والسبب الأساسي لإنقاذ البشرية. اهلا، فيروس كورونا بلش بشكل جدي من مطلع سنة 2020، وفي خلال 3 شهور بس شفنا منه الويلات. لكن لمتى؟ ايش حيصير معنا في الشهور الجايه؟ كيف حينتهي الفيروس؟ وايش هي امالنا وتوقعاتنا لهذا الانتهاء؟ هذا ببساطه اللي هنحكيه في الفيديو هذا. الكلام اللي هنحكيه اليوم مهم جدا واحتمال يكون مقلق للبعض، لكن مواجهه الحقيقه دائما افضل من الاختباء منها. انا عبد الرحمن وهي قناه تخيل. حقدر لو انت القيت نظر على المحتوى اللي احنا بنقدمه او شاركت هذا الفيديو لو تعلمت منه شغله جديده. خلونا نبلش. الآن نفترض أنه إحنا في دولة اسمها سين. هاي الدولة لسه ما سجل فيها أي مصاب بفيروس كورونا. خلينا نبدأ من هناك. شخص واحد حامل الفيروس لكن لسه ما ظهرت عليه الأعراض سافر على هاي الدولة، ولسه السلطات عشانها في بداية الأزمة فمش معطية الاهتمام الكافي، لكنها عاملة فحص البي سي آر على المطار. عمل الزلمة الفحص ولأنه هذا التست نسبة نجاحه 65% فطلعت نتيجته سالبة. أول ما روح لقيته عيلته بالأحضان، وجاء عدد بسيط من الناس يهنوا إنه وصل بالسلامة. عدد بسيط لأنه الناس عارف إنه في فيروس كورونا في العالم فبيخافوا شوي من المسافرين، لكن في النهاية في حد أجا. طبعاً معظم عيلته ومعظم يزروه حينتقل لهم الفيروس. الناس هاي لسه ما ظهرت عليها الأعراض فهتروح بشكل طبيعي على بيوتها وتنقل الفيروس لهذولك الناس. وصلنا آخر الأسبوع وفي أكثر من 50 شخص لساتهم حاملين الفيروس ومش ظاهر عليهم أي أعراض. شخص منهم أخيرا ظهرت عليه الأعراض وراح على المستشفى. عملنا الفحص لقينا إنه معه الفيروس. هنا مباشرة وزارة الصحة والإعلام والسلطات هاي أعلنوا اكتشاف أول حالة فيروس كورونا في دولة سين. طبعا زي ما إحنا عارفين في أكثر من 50 واحد، لكن هذا أول واحد يظهر على السطح. طبعا تم عزله وعزل عائلته وعمل الفحوصات لهم جميعا اللي طلعوا كلهم سالب، لكن هو الوحيد الموجب. تاني يوم بيكتشفوا كمان 3 مصابين وعدد الحالات الكلية بيصل لأربعة، لكن الأطباء والخبراء والناشطين بسرعة بيبدوا يعلنوا للناس خليك في بيتك، الأمر بطل مزحة. ورغم إنه كلنا ممكن نردد هذا الحكي لكن لساته الرقم مطمئن، فالناس بتضلها تمشي وتطلع ومش متخيلة الكارثة اللي جاية في الطريق. في آخر الأسبوع الدولة بتعلن إنه إحنا اكتشفنا 20 حالة، لكن الفيروس في الواقع بيكون وصل لأكثر من 600 شخص. والمخيف إنه الفيروس بيكون بينتشر في الدولة بشكل أسي. إذا ذكرنا الحلقة اللي فاتت مشكلة التزايد الأسي إنه ما بيشعركش بالخطر في الأرقام الصغيرة. أعطيك مثال، نفترض ان الفيروس كان خارق وهو بيضاعف عدد الحالات 3 مرات في اليوم الواحد، وكان عندي 50 حالة اليوم هذا، اضرب في 3 ثاني يوم حيصير في عندي 150 شخص، زدنا 100 حالة في اليوم. الرقم مقلق لكنه مش تقيل كتير، لكن لما احنا نصل ل 1000 حالة اضرب في 3 حنصير 3000، يعني حنزيد 2000 شخص في اليوم الواحد. بالرغم انه المعامل هو هو، لكن كل ما بتزيد عدد الحالات كل ما المعامل اعطانا ارقام بتخوف اكثر واكثر. وهذا مشكلة التزايد الاسي، الارقام فجأة بتنفجر بدون سابق انذار. كلنا شفنا المنشورات اللي بتورجيك كيف الاعداد كانت تزيد ما بين الاسبوع الاول والثاني وكيف بتنفجر في الثالث والرابع في دول زي ايطاليا وامريكا وفرنسا. المهم نرجع الان لدوله سين. الناس والسلطات اول ما تصل هاي الاعداد بتفاجئوا، يعني احنا سوينا غلط، لسه امبارح كنا بال20 حاله ومش عارفين انه كل اللي كان مطلوب منهم لما كانت الاعداد قليله انهم يضلهم في بيوتهم. عشان هيك لما نقول لك خليك في بيتك يعني خليك في بيتك مهما كان العدد قليل في دولتك. ما بتعرفش متى حيجي الشخص هذا اللي حيشعل الفتيل للدائره المميته هاي. المهم دولتنا بترفع ناقوس الخطر وبتبدا بالاجراءات الوقائيه مباشره، تلغي الجامعات والمدارس والجوامع، بتحط الناس على عدم التجمع والبقاء في البيت، تبدا تعمل فحوصات للفيروس في كل مكان وتعزل كل المشتبه فيهم والمرضى. لكن مع كل اللي احنا بنحكي بيضل في ناس بتحركوا، اللي بده يمشي مشاويره، اللي بده يروح على السوق، اللي عليه شغله وما بيقدرش يتخلى عنه خلال هذا اليوم. وللاسف الفيروس بيطلع معهم والارقام بتضلها تتضاعف. بنضل على هاي الحاله وفي اقل من شهرين من دخول اول حاله الدوله بتصل النقطه الحرجه، لما عدد المصابين واللي بيحتاجوا الرعاية الطبية يصيروا أعلى من اللي النظام الصحي مصنوع عشان يتحملوا. حينتها مئات من الناس بتبدأ تتوافد على المستشفيات، اللي بكح واللي مخنوق واللي عنده مات، والمستشفيات مستهلكة على آخرها وما بتقدر توفر العلاج الكافي لكل هذا العدد من المصابين. حينتها بيصير انهيار للنظام الصحي، الأسرة كلها بتمتلئ، المعدات بتبطل تكفي، وعدد الوفيات بيبدأ يزيد بشكل مؤسف لأنه حتى اللي احنا كنا قادرين ننقذهم ما في أجهزة كفاية أنها تعالجهم. ومش بس هيك، باقي النظام الصحي كله بياخذ ضربة قاسية لأنه في آلاف الناس التانيين اللي بيجوا على المستشفى كل يوم لأسباب حرجة تانية زي النوبات القلبية، حوادث الطرق، العمليات الطارئة. كتير منهم مش حيتوفر لهم العلاج لأن المستشفيات والأطباء مستهلكين تماما في علاج حالات كورونا، اللي حيزود عدد الضحايا حتى عند الناس اللي لسه ما وصلها الفيروس. أخيرا الضرر بيصل للدكاترة نفسهم لأن النقص حيصل للأساسيات زي الكمامات وملابس الوقاية للأطباء، اللي حيزود عدد الضحايا من الأطباء نفسهم ويضعف النظام الصحي أكثر ما هو ضعيف تماما. تخيلوا إن احنا وصلنا لهي الدرجة لأنه الناس ما ضلتهاش في بيتها. فعشان هيك لما نقول لك خليك في بيتك يعني خليك في بيتك. عندها الدولة بتكشر عن أنيابها وبتعمل القرار اللي ربما كان مفترض يصير من الأول، تفرض حظر التجول على كل الدولة، تعلن حالة الطوارئ، بتزود عدد الفحوصات بشكل ضخم، وحتى بتبدأ تبني مستشفيات وتضاعف الإنتاج للمعدات الطبية، والحياة في الدولة بتنشل تماما، لكن كله بهدف حفظ الأرواح وإنقاذ ما يمكن إنقاذه في هاي الكارثة اللي بتمر فيها. خلال شهر من هاي الإجراءات الصارمة تبدأ النتائج تبين، الفيروس بيبدأ يبطأ والتسارع بيبدأ يخف، لساته في حالات جديدة كل يوم لكن مش بالتسارع المخيف اللي كان سابق. الأمل بيبدأ يرجع والفيروس
الفيروس بيبدأ ينحسر. بعد فترة تقرب من الشهر من كل هاي الإجراءات، انتشار الفيروس بيقل بشكل ضخم، الفيروس بضل ينحسر لحد ما تعلن الدولة في النهاية ما سجلناش ولا حالة جديدة للفيروس، أو سجلنا 10، المهم مش 1000. وخلينا نسمي هاي الفترة نقطة الاستراحة. طيب، انحصر الفيروس ومرينا من الفترة الصعبة وصارت الآن عدد الحالات مطمئن وقريب من الصفر. طب واتس نيكست؟ ايش التالي؟ نرجع نفتح البلد وترجع الحياة طبيعية زي ما هي، والمدارس والجامعات والأسواق كله تمام التمام؟ ممكن حنستنى كمان شهر لحتى نضمن انه اغلب اللي معهم الفيروس تعافوا، بعدها نرجع نفتح البلد. لكن المشكلة ما دام الفيروس موجود في الكوكب، شخص واحد مسافر ومعاه المرض او مواطن ما انفحص وطلع مع طلعة الناس، هنيت هذا الشخص هيروح على بيته يلاقوا أهله بالأحضان ويجوا عليه الناس، ونعيد هاي الدورة اللي عينا الفيروس كلها كأننا ما عملناش حاجة. فاحنا بنستوعب ما دام الفيروس موجود لما يطلعوا الناس حيطلع الفيروس معهم وتنعاد الكارثة كمان مرة. شغلة، السيناريو المخيف اللي حكينا عنه توي صار زي ما هو بالحرف في دولة الصين، وهي حاليا قاعد بيصير في أسبانيا وأمريكا قدامنا، واحتمال دول زي أسبانيا وفرنسا إذا ما تصرفت من هالحين إنه تلحقها. لكن هذا لا يعني بالضرورة إنه حيصير في كل مكان. استعداد الدولة ووعي الناس وتصرفاتهم بيغير في كل لحظة. برضو في عدة عوامل إحنا لسه ما بنعرف تأثيرها، زي المناخ، جينات البشر، النسخ المختلفة من الفيروس، وبعض العوامل الثانية اللي ممكن تغير من اتجاه هذا الوباء بين الدول. لكن مجرد احتمالية حدوث السيناريو اللي فات بخلينا نحط كل نقطة حظر ممكنة ونبدأ نتعامل بجدية مع الموضوع من الآن، ونضلنا في بيوتنا لحتى ما يصير هذا الكلام قدام عينينا وإحنا عارفينه. طيب، لأن دولة الصين تحكمت بالفيروس لكن ما بتقدر ترجع الناس للشارع لأنه الفيروس حيرجع معهم. طب لمتى؟ لو اكتشف الفيروس حيضلوا عامل ازمه في الدوله، وكيف حنعتبر انه احنا خلصنا منه نهائيا؟ حتنتهي هاي الازمه لما عدد كافي من الناس يصير عندهم مناعه ضد الفيروس. انا لما يكون عندي مناعه اول ما يصلني الفيروس حتكون هذه نهايته، لانه لا حيضرني ولا حانقله لغيري. هاي الشغله ما بتتحقق غالبا الا بثلاث سيناريوهات. الاول سريع جدا وممتاز لو صار لكنه غالبا مش حيصير، الثاني خطير جدا، الثالث غالبا هو املنا لكنه طويل ومرهق. خلينا نحكي عنهم. الخيار الأول إنه كل الدول تعمل إجراءات الحجر وتصل نقطة الاستراحة اللي حكينا عنها، بحيث إنه كلهم يحسروا الفيروس آنيا مع بعض. شهرين حجر بعدها لما يكون عدد الحالات قريب من الصفر في كل الدول، حينتها بنقدر نضمن إنه الفيروس تقريبا اختفى من الوجود البشري. زي ما أنتم شايفين، لو الفيروس ضلوا في الصين وفي دولتين ثلاثة كان ممكن هذا الإشي يصير، لكن الفيروس زمان طلع من إيدينا وما فيش عندنا القرار الحاسم اللي يقدر يوصلنا لهي النقطة. فخلونا نتخلى عن هذا الخيار. الخيار الثاني المناعة الجمعية ومناعة القطيع، إنها تترك الفيروس ينتشر ويصيب معظم المجتمع، بحيث إنه لما يطلع منهم الفيروس من خلالهم يموتوا أو يتعافوا بيصير عندهم مناعة، ومناعتهم هاي هي اللي هتمنع انه الفيروس يصل للأقلية اللي ضايلة اللي ما تصوبت فيه. طبعا هاي الفكرة كارثية، انا بدي امسك اللي فكر فيها. اولا لانها غير اخلاقيه بشتى انواع التعبير، انك تقرر بايدك انه معظم المجتمع يتصاب بمرض احنا ما عندنا فكره ايش حيسوي في المصابين هدول على المدى البعيد او حتى على المدى القريب، هي ضرب من الجنون. لكن حتى عمليا حيكون لها كوارث غير مسبوقه، لانها هتوصلنا كمان مره لنقطه الانهيار الصحي. فسيبونا من هذا الخيار. الخيار الثالث انه نخترع لقاح ونحقنه لكل الناس على الكوكب. خلونا نتكلم عن اللقاح شوي. اللقاح او التطعيم هو سائل بيحتوي على جزء من الفيروس نفسه، بنحقنه في الانسان الطبيعي عشان يورجي خلايا المناعه اللي في جسمه شكل الفيروس. جسمنا بعدها بيحفظ شكل الفيروس وبيكون اجسام مضاده تقدر تحاربه، بحيث انه لو اجى عليه الفيروس بعدها يكون اسلحته جاهزه ويقضي عليه من اول ما يصل. لو اخترعنا اللقاح وحقناه في 80% من البشر، وقتها احنا هنكون حائط صد ضد الفيروس انه يصلنا، وحنمنع انه يصل لل 20% اللي ضايلين، وبنحل من قصه الفيروس. طيب قديش بدي عشان اصنع هذا اللقاح؟ في النهايه هو جزء من الفيروس نفسه، ليش ما ناخذ جزء منه ونبدا نحقن الناس فيه؟ تصدق بطريقه او باخرى هذا اللي صار. تعامل البشريه مع موضوع اللقاح كان استثنائي. تخيل الفتره ما بين الكشف عن جينات الفيروس لاول مره لحد ما وصلنا لتطعيم جاهز وحقناه في جسم انسان كانت بس 64 يوم، وهذه الفتره تعد رقم قياسي لابعد حد، لكنها للاسف هي اسرع خطوه في عده خطوات بطيئه متبقيه. ما تنسى انه اللقاح هذا لما ينتهي حيكون مخطط انه ينعطل اكثر من 7 مليار انسان، فعشان تختم على هاي الخطوه لازم تضمن انه امن، انه فعال، يعني هل بيصنع مناعه كافيه لفتره كافيه، هل له اعراض جانبيه وكيف ممكن نقللها، قديش حجم الجرعه اللي بتلزم، كم مره لازم ينحقن في الانسان عشان يوفر له المناعه، وهل بنحتاج مواد كيميائيه لتدعمه، وهل بيزبط على كبار السن ولا لا. زي ما انتم شايفين في عده عقد لازم تنحل وتتظبط قبل ما نروح نوزع اللقاح على العالم. طيب قديش هاي الخطوات كلها بدها؟ الخبراء بيقدروا انه هاي الفتره ممكن تستمر من 12 ل 18 شهر، هذه الفتره لحتى نصل للقاح بحد ذاته. احنا لسه ما اعتبرنا فتره تصنيع هذا اللقاح وتوزيعه وحقنه اللي بدورها حتضيف عده شهور ثانيه. ممكن بمعجزة ما ومع كل الجهود اللي تنبذل حولين العالم انه نصنع هذا اللقاح بفترة اقل، لكن عشان نكون واقعيين احنا محتاجين على اقل واكثر تقدير تفاؤلا انه نقعد سنة كاملة لحد ما تنحل قصة فيروس كورونا، اذا ما احتجناش فترات اكثر واكثر بكثير. اوكي يا عبد الرحمن المستقبل هنا، تبين انه في سيناريو رابع ما حكينا عنه. السيناريو هذا هو انه احنا نخترع دواء بيعالج المرض، مش بيخفف، مش بينقذك من الموت في اخر لحظات، لا،
عالج تماما كيف المضادات الحيويه بتحارب البكتيريا او الرندين بيحارب حرقان المعده او لو كنت مكان النوزكير بيحارب احتقان الانف. المهم العلاج مش هيخلينا ننتظر انه نقطه الاستراحه تيجي بسبب العزل وبس، انما هيخلينا نتدخل ونقلل ونحصر الفيروس بطريقه موجبه ونقلل من انتشاره، وهذا حينقذ الاف الارواح وهيسرع كثير ان الحياه ترجع طبيعيه. رائع. قديش بدنا وقت عشان نعمل دواء؟ تقريبا بدنا قد وقت اللقاح ويمكن اكثر، لانه نفس القصه لازم نتاكد من السلامه والاعراض الجانبيه والجرعه وباقي اللخمه، لكن احنا قاعدين بنجرب بطريقتين ممكن يسرعوا وصولنا لهذا العلاج اكثر بكثير من الطريقه التقليديه. اولها من خلال النظر للناس اللي تعافت من الكورونا ودرست المضادات اللي عملتها اجسامهم ضد الكورونا، ونبلش من هناك، وهذا الان قاعد بيصير حاليا، لكن الامر مع هيك لسه بده على الاقل 12 شهر اذا مش اكثر. الطريقه الثانيه واللي هي اسرع بمراحل من اي شغله ثانيه حكيناها الحلقه هاي، هي انه احنا نجرب ادويه موجوده وقديمة ومخترعة وجاهزة على الكورونا تاعتنا. الأمر كاني باخذ الرندين تاع المعدة وأجربه في مرضى الكورونا بلكن جاوب معهم ولا لا، لكن مش بالعشوائية هاي. حاليا احنا في معركة متسارعة ما حصلتش، أكثر من 80 دولة الآن قاعد بتجرب حوالين العالم. مرة الكلام طلع عن الكلوروكوين ومرات عن الريدمزافير، ومن جديد طلعت أخبار عن الايفرمكتين اللي يبدو نتائجه واعدة نوعا ما. على العموم من قلة الذكاء انك أول ما تسمع دواء انحكى في الإعلام انك تروح مباشرة على الصيدلية وتحاول انك تجيبه على أساس انك حتحصن حالك، لأنه زي ما قلنا حتى الآن ما فيش نتائج واضحة من معظم الأدوية. بالرغم من هاي الطريقة حتى الآن هي أسرع حلولنا، فحتى الآن ما فيش أي كلام رسمي. أوكي نرجع الآن لحلقتنا. طيب إلى أن يتم صناعة اللقاح هذا إيش حنسوي؟ إيش حيصير في حياتنا؟ الأمر متروك للتكهنات. التصرف السليم إنك تضلك موسع إجراءات التباعد الاجتماعي والحجر المنزلي للجميع لحد ما يطلع اللقاح، لكن فترة سنة أو سنتين طويلة جدا. الخبراء بتوقعوا إنه حنلعب لعبة الغميضة مع الفيروس، حنضلنا في فترة عزل وحجر منزلي لعدة شهور لحد ما ينحسر الفيروس. بعدها الدولة تفتح البلد شوية شوية، حتبدأ الحالات تظهر من جديد والإصابات تزيد لحد ما نصل لدرجة مخيفة إنه الدولة تعزل كمان مرة ونضلنا عدة شهور في العزل عشان نفتح البلد كمان مرة وترجع الحالات تظهر. ونرجع نعزل ونرجع نفتح وهكذا لحد ما نلاقي اللقاح. في تتخيل أثر هذا الشيء على اقتصادات بأكملها، من السينما للرياضة لشركات الطيران لأي اقتصاد بيعتمد على تجمع الناس أو على شراء التذاكر، ناهيك عن ملايين العمال اللي شغالين على أجرة اليوم الواحد كيف ممكن يطحنهم السيستم. فيك تتخيل اقتصادات دول بأكملها والعلاقات ما بينها كيف حتتغير. الخبراء قاعدين بيتكلموا عن كساد اقتصادي قاسي جدا قادم في الطريق لو ما انحلتش الأزمة قريبا، وزي ما احنا شايفين صعب هذا الاشي يصير. ما بنقدر نجزم بشيء، لكن العالم ما قبل كورونا حيكون عوالم مختلفة عما بعد كورونا. طيب ايش بخصوص الصيف؟ لربما الفيروس يكون موسمي زي الانفلونزا بانه بزيد بشكل جنوني في الشتاء لكنه مع الصيف بخف. الكلام الصراحة وارد، لربما يكون الفيروس موسمي، لكن احنا ما بنقدر نجزم الا لما نيجي الصيف ونشوف تأثيره على الفيروس. لكن حط في بالك مع الاعداد الضخمة المحتفظة في الفيروس داخل اجسامها تقريبا الامر مش حيفرق، بمعنى حتى الصيف لو كان بيقضي على الفيروس حيكون الانتقال بين البشر طريقة كافية للفيروس. وما تنسى انه نصف الارض الجنوبي لما يكون اللي فوق عندهم صيف بكون هم عندهم شتاء، يعني الفيروس برضه حيلاقي اماكن تانية ينتقل فيها، فتأثير الصيف على الفيروس بيضل امل ممكن لكن مش منطقي نبني عليه أي إشي. الآن العجيب، تخيل من كل الكآبة اللي فاتت لربما يكون فيروس كورونا هو المنعطف والسبب الأساسي لإنقاذ البشرية من الانقراض. What? 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 فيروس كورونا بكل اللي عمله كان ممكن يكون أسوأ من هيك بمراحل. حتى الآن نسبة الوفاة من الفيروس بتتراوح ما بين 3-5%. تخيل لو الفيروس كان زي الطاعون اللي كانت نسبة الوفاة أكثر من 50%، إيش كان ممكن يسوي فينا؟ الوباء الحالي كان نقطة لا مفر إن إحنا رح نصلها، والعلماء والباحثين إلهم سنوات بيحذروا من عدم جاهزية البشر ونظامنا الصحي للوباء القادم. خطاب الجيتس اللي لف النت الفترة هاي اللي حكى عن نفس الموضوع سنة 2015 ما كانش الوحيد. مئات ملايين من الأموال يوميا الدول قاعدة تصرفها على أشياء إحنا مش محتاجينها، بينما كان حتفنا ونهايتنا قاعدة تنتظر منا انه احنا نتصرف. لكن لربما يكون فيروس كورونا هو فرصتنا العظيمة ونقطتنا المفصلية، لانها تخلينا نتطلع على الاتجاه الصح اللي حتخلينا نحاول الدفة لندعم الابحاث لنطور من نظامنا الصحي ونستعد للوباء القادم اللي حيجي. من الافضل نكون مستعدين له هاي المرة. الصراحة في كثير من الدروس ولربما الفوائد اللي ممكن البشرية تطلع فيها من هاي التجربة، زي تقدير اكبر للعلماء والباحثين والاطباء المقاتلين الخفيين اللي طلعت البشرية ما بتمشي خطوة من دونهم. كذلك زيادة الوعي الواسعة للنظافة الشخصية الاساسية زي عادة غسل الايدين اللي الاطباء لهم سنوات بينادوا فيها وبيأكدوا على ضرورتها لتحمينا من تنقل الامراض قبل كورونا وبعده. لكن لربما التنبيه الاهم اللي اعطانا اياه فيروس كورونا هو قدرة البشرية المذهلة على التعاون. بعد ما شفنا الاف المبادرات المجتمعية لدعم العمال في تركيا مثلا، تجمعوا فيها الناس ليقتصوا من رواتبهم ويعطوها للعمال المتضررين بالحجر. بعد ما شفنا دور النشر اتاحت كل ابحاث كورونا مجانا للجميع لحتى يستفيدوا منها ويطوروا عليها. بعد ما شركات اجهزة التنفس الصناعي رفعت ايدها عن حقوق النشر واتاحت التصميمات للاجهزة وبراءات الاختراع للكل ولاي مصنع بيقدر يستخدمها. بعد ما توفرت الاف الدورات مجانا على الانترنت لحتى يستفيد الكل من وقته. كل هذا بيعطينا امل انه مشاكلنا الضخمة زي الفقر، الاحتباس الحراري، انقراض الكائنات لسه في ايدينا انه نقف مع بعض ونحلها. انه لربما ضايل في امل في البشرية لعقود وقرون قدام برغم كل اللي بيصيبها، واكيد حضلها دائما فرصة انه نتخيل.
أهلا كمان مرة، أنا صوت انتهى بعد الحلقة هاي. أرجو ما يكون اللون الداكن لهي الحلقة الضروري برأيي شعرك بالإزعاج، وحاحب أني أسمع رأيك في التعليقات. بشكل عام إذا عجبك هذا الفيديو فهيعجبك الفيديوهات اللي عملناها قبل، وحيكون إشي جميل لو شاركت هذا الفيديو مع أقرب الناس إليك أو عملت لنا سبسكرايب هنا. اتضلكوا بخير وسلامات.